بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين حديثنا في باب المشيئة والإرادة من الكافي الشريف في معنى مشيئة الله وإرادته. وهنا يروي الكُليني رضوان الله عليه مجموعة من روايات أهل البيت عليهم الصلاة والسلام في هذا المضمار. الحديث الأول الإمام موسى بن جعفر عليه الصلاه والسلام قال لا يكون شيء الا ما شاء الله واراد وقدر وقضى اي حدث اي قضيه اي وجود يتحقق في هذا الكون فلا بد في تحققه من مشيئه لله سبحانه وتعالى وإرادة وقدر وقضاء منه عز وجل. الراوي يسأل الإمام عليه السلام عن معنى هذه الكلمات. قلت ما معنى شاء؟ قال ابتداء الفعل. قلت ما معنى قدر؟ قال تقدير الشيء من طوله وعرضه. قلت ما معنى قضى؟ قال اذا قضى امضاه فذلك الذي لا مرد له وفي كتاب الاحتجاج لهذا الحديث تتم قلت فما معنى اراد قال الثبوت عليه لتوضيح هذا الحديث الشريف لا بد من بيان معنى القضاء والقدر المسلمون يؤمنون بالقضاء والقدر والايات القرانيه نطقت بذلك لكن ما هو معنى القضاء وما هو معنى القدر عاده الناس اذا علموا بسبب وعلموا بمسبب وان ذلك المسبب يرتبط بذلك السبب فاذا راوا السبب توقعوا حدوث المسبب واذا راوا المسبب علموا بان السبب قد كان مثلا اذا انسان تزوج يتوقعون ان يرزق ولدا فاذا رزق ولدا يقولون ان هذا تزوج فرزقه الله ولدا واذا شافوا طفل يقولون ان هذا الطفل انما ولد نتيجه زواج رجل وامراه مثلا لانهم يعلمون ان سبب ايجاد الانسان هو زواج الوالدين فلانهم يعلمون السبب اذا تحقق السبب يتوقعون المسبب واذا وجدوا المسبب علموا بان السبب قد تحقق هذا داب الناس في الاسباب والمسببات التي يعلمونها ويعلمون ارتباطها لكن هناك اسباب كثيره هذه الاسباب لا يعلمون بها اما هي اسباب ماديه لم يشعروا بها او لم يتوصل العلم اليها او هي اسباب غيبيه معنويه فحيث لم يعلموا بالاسباب اذا شافوا النتائج والمسببات قالوا ان ذلك بقضاء وقدر مع ان الصحيح هو ان كل الاشياء لها اسباب ومسببات وأن جميع الأسباب والمسببات هي بقضاء وقدر من الله سواء علمنا بها أو لم نعلم الآن نمثل فد مثال بسيط إذا واحد مثلا والعياذ بالله مبتلى بمرض الخبيث المرض الخبيث مرض السرطان والأطباء يأسوا عن علاجه إذا هذا الإنسان مات أنت أي واحد من الناس تشوفه تسأله لماذا مات فلان يقول لأنه ابتلي بمرض السرطان والأطباء عجزوا عن علاجه فمات فلأنهم يعلمون أن هذا المرض إن لم يعالج سبب للموت ينسبون الموت إلى هذا المرض أسف المقابل إذا شاب سليم في جسمه فجاه مات والاطباء في المستشفى قالوا اسباب الموت مجهوله ماكو سبب معلوم نحن مثلا نعلم نقول بانه مثلا بالسكته القلبيه مات او بتوقف مثلا في جهاز من الاجهزه الحيويه في البدن لا لا نعلم السبب مجهول عندما تسال الناس ان هذا الشاب لماذا مات يقولون قضاء وقدر زين هذا الشاب عندما مات أيضا هناك أسباب قد تكون أسباب مادية الأطباء لم يتمكنوا من تشخيصها وقد تكون أسباب غيبية مثلا قطع رحمه فالله سبحانه وتعالى قسم عمره وفي المورد الذي يعلمون السبب أيضا قضاء من الله يعني ذاك الشخص اللي مات بالسرطان سبب موته ان الله سبحانه وتعالى امر ملك الموت بقبض روحه وهذا الانسان الذي مات الشاب بدون سبب معلوم ايضا الله سبحانه وتعالى امر ملك الموت بقبض روحه ذاك حين تحقق سبب هذا هم حين تحقق سبب لكن ذاك السبب معلوم لدينا فنقول ان موته فنقول ان موته بالسبب الكذائي وهذا سبب موته مو معلوم لدينا ونقول انه بقضاء وقدر. قبل سنوات صار حادث اصطدمت طائرتان في اجواء الهند والاخصائيين في برج المراقبه وغير برج المراقبة لم يكتشفوا سبب الاصطدام، لماذا اصطدمت الطائرتان؟ فخرج مسؤول إحدى الدول اللي هذه الطائرة أو إحدى الطائرتين كانت مرتبطة بتلك الدولة فصرح بأنه قضاء وقدر. صحيح قضاء وقدر كلامه ليس خاطئ لكن لأنه جهل السبب قال قضاء وقدر. لو كان السبب معلوم كانوا يقولون مثلا خطأ احد الطيارين حيث لم يراعي المسافه المعينه او خطأ برج المراقبه سبب اصطدام الطائرتين، لكن في الواقع هذا الاصطدام كان قضاء وقدر سواء علمنا السبب او لم نعلم السبب، وكان له سبب لان الله جعل هذه الدنيا دار اسباب ومسببات، قد نعلم تلك الاسباب وقد لا نعلم. فلذلك كل شيء في هذا الكون بقضاء وقدر أنا الآن دا أتكلم أحرك إيدي هذه الحركة بقضاء وقدر أنت الآن تشاهد كلامي أيضا مشاهدتك لكلامي بقضاء وقدر جميع ما في هذا الكون بقضاء وقدر لكن ما معنى القضاء والقدر القضاء والقدر معناه جدا واضح. القضاء والقدر اذا نجي الى كلمه القدر نفس المعنى اللغوي مقدار الشيء وحجم الشيء وقابليه الشيء هذا هو القدر. القضاء في اللغه بمعنى الحكم هذا الحكم قد يكون تكويني وقد يكون تشريعي. الحكم التكويني كقوله سبحانه وتعالى: فقضاهن سبع سماوات في يومين، في سوره فصلت فقضاهن سبع سماوات في يومين، يعني شنو فقضاهن سبع سماوات في يومين؟ يعني الله سبحانه وتعالى حكم حكما تكوينيا بان هذه السماوات تصير سبع سماوات في مرحلتين. هذا قضاء تكويني. وعدنا قضاء تشريعي بمعنى الاحكام الشرعيه الذي الله سبحانه وتعالى جعل الانسان مختارا في ان يطيع او ان يعصي. مثل قوله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه. هذا قضاء يعني حكمه. لكن هذا الحكم مو حكم تكويني، حكم تشريعي، بمعنى ان الله سبحانه وتعالى انزل شريعة على الناس وأمرهم بأن لا يشركوا. زين هل الانسان قادر على الشرك؟ نعم لأن الله سبحانه وتعالى جعله مختارا، لذا أكثر الناس مشركون كما قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. إذن القضاء بمعنى الحكم قد يكون حكما تكوينيا هذا يعبر عنه بالولاية التكوينية وقد يكون حكما تشريعيا يعبر عنه بالولاية التشريعية. فالقضاء والقدر بنفس المعنى اللغوي الله سبحانه وتعالى جعل لكل شيء حجم مقدار قابلية. اذا انتهت تلك القابليه الشيء الشيء ينتهي وايضا جعل قوانين في الكون اذا الانسان صار طبق تلك القوانين يوصل الى نتائج واذا صار خلاف تلك القوانين يوصل الى نتائج اخرى مثلا اذا واحد صعد في شاهق على قمه جبل ثم ألقى بنفسه من فوق هذا الشاهق إلى الأرض. طبيعيا هناك قوانين تكوينية هي قضاء الله سبحانه وتعالى. القانون الأول قانون الجاذبية. هذا حينما يلقي بنفسه من الشاهق قضاء الله سبحانه وتعالى أن الجاذبية تجذب هذا الإنسان إلى تحت. هذا حكم تكويني من أحكام الله سبحانه وتعالى بالنسبة إلى الكرة الأرضية نعم في بعض الكرات الأخرى لا توجد هذه الجاذبية لذا بعض الذين ذهبوا الى الفضاء هؤلاء يسبحون في الفضاء لماذا لأنه لا توجد جاذبية لكن الحكم التكويني القضاء التكويني في الكرة الارضية انه الجاذبية موجودة وهذه الجاذبية تجذب الاجسام الثقيلة. القانون التكويني الثاني، القضاء التكويني الثاني ان جسد الانسان من لحم وعظم وعصب وما الى ذلك هذا ما له مطاطية بحيث انه اذا ارتطم بشيء بسرعة أو ارتطم شيء به بسرعة أن لا يتأثر. أكو بعض الأشياء لها مطاطية إذا ارتطمت بشيء بسرعة أو ارتطم بها الشيء بسرعة هذه المطاطية تسبب أن هذه الأشياء ما يصير بها خلل. زين جسم الإنسان ليس بهذه الكيفية ما له مطاطية إذا اصطدم بشيء بقوة يتهشم يتأثر هذا حكم تكويني فهذا الإنسان اللي ألقى نفسه من شاهق حينما يرتطم بالأرض تتهشم عظامه يتكسر ويموت هذا كل قضاء من الله سبحانه وتعالى هذا الإنسان لماذا مات؟ لقضاء الله بوجود الجاذبيه لقضاء الله سبحانه وتعالى بان هذا الجسم ليس من حديد بحيث اذا ارتطم بقوه لا يصيبه مثلا اذى وانما لحم وعظم وعصب وما الى ذلك الصدمه الشديده تهشمه. فلماذا هذا الانسان مات؟ بقضاء من الله سبحانه وتعالى. زين هذا من جانب. نجي الى القدر. حجم وقابلية جسم الإنسان. جسم الإنسان له قابلية خاصة. هذه القابلية جعلها الله سبحانه وتعالى في هذا الجسم. لذلك إذا أنت ضمن هذه القابلية تحركت لا تصاب بأذى. إذا خارج هذه القابلية تحركت تصاب بأذى. فحجم وقابلية ومقدار وقدر الجسم هو ضمن حدود خاصة حدود هذا الجسم يسمى قدر فكل شيء له قدر إنا كل شيء خلقناه بقدر فكل شيء إلى حجم إلى قابلية إلى مقدار إلى حدود فضمن ذلك الحدود إذا سار يحصل النتيجة المرجوة وإذا خارج ذلك الحدود أو تلك الحدود سار يوصل إلى نتائج غير مرجوة. عندنا رواية أن أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام كان جالساً تحت جدار هذا الجدار كان فيه ميلان فخشي من سقوطه الجدار الأعوج لعله يسقط فقام امير المؤمنين من تحت ذلك الجدار وذهب الى مكان اخر فقيل له اتفر من اتفر من قضاء الله؟ انت تشرد من قضاء الرب سبحانه وتعالى؟ الامام قال في جوابهم: افر من قضاء الله الى قدره. افر من قضاء الله الى قدره يعني شنو افر من قضاء الله الى قدره يعني هناك حكم تكويني ان الجدار المائل اذا ما بي استحكام بحيث انه يجعله يجعله يقاوم الجاذبيه الجاذبيه تسبب سقوط ذلك الجدار هذا قضاء الرب حكم تكويني ان الجدار غير المستحكم الجاذبيه تهدم ذلك الجدار هذا قضاء الله قال أفر من قضاء الله يعني هذا الحكم التكويني وهذا الحكم التكويني ليس قضاء حتم بالنسبة لي أن أكون تحت الجدار حتى أموت لا هذا قانون عام في الكون أن الجاذبية الأشياء المائلة التي لا استحكام فيها تجذبها هذا قانون عام أنت تقدر تعمل حسب هذا القانون، وإذا أردت أن تخالف ذلك القانون تصطدم. ضمن دائرة القوانين التكوينية إذا عملت توصل إلى النتيجة المرجوة. أفر من قضاء الله يعني الحكم التكويني العام أن الجدار المائل يمكن أن يسقط بسبب الجاذبية، فأفر من قضاء الله. إلى قدره، إلى قدره يعني شنو؟ يعني الله سبحانه وتعالى جعل في جسمي قابلية هذه القابلية للاستمرار في العيش إلى سنوات معدودة فقابلية جسمي وحدود الجسم أن هذه الحياة تستمر هذا قدر جعله الله سبحانه وتعالى فأفر من قضاء الله يعني الحكم التكويني بأنه الجدار يسقط آني أفر من هذا لأنه لو آني أكون تحت الجدار فهذا الجدار حجر يصيبني بمكروه. أفر من هذا القضاء إلى قدر الله سبحانه وتعالى. إلى قدر الله يعني إلى الحدود والقابلية التي جعلها الله في جسمي للإستمرار في الحياة. فإذا معنى القضاء والقدر معنى واضح جدا. والايات والروايات تدل على هذا المعنى لكن يحتاج الى ايضاح وتوضيح بهذا البيان يتضح ان كل شيء في هذا الكون سواء من الافعال الاختياريه للانسان او الافعال غير الاختياريه او سائر ما يجري في هذا الكون كله محكوم بقوانين تكوينيه هذه القوانين التكوينيه تسمى القضاء لان القضاء هو الحكم وهذه القوانين التكوينيه احكام الله سبحانه وتعالى والبشر علماء العلم الحديث اقصى ما يتمكنون من ان يفتخروا به انهم يكتشفون القوانين التي اودعها الله سبحانه وتعالى في هذا الكون وهي قوانين كثيره لا تعد ولا تحصى ويحاولون تطبيق الحياة طبق تلك القوانين للوصول الى الراحة والرفاهية مثلا الطائرة هذه كيف تطير الطائرة؟ الجاذبية تجذب الحديد الإنسان من اليوم الأول يشوف الطيور تطير مع أن الطيور أيضا الجاذبية تجذبها فكيف تتمكن من ان تطير؟ هناك مجموعه قوانين، يعني الجاذبيه موجوده لكن اكو قوانين اخرى الفرار من الجاذبيه. بحيث يحصل توازن لا الجاذبيه تقدر تجذب هذا الطير ولا ان هذا الطير يضيع في الجو. زين هذه القوانين شنو هي؟ الاف السنين الناس يفكرون في ذلك الى ان العلم الحديث اكتشف هذه القوانين وطبق تصميم الطائرة اقتباساً من أجسام الطيور لأن الإنسان في هذا الجانب ما ابداع وإنما يقلد المخلوقات اقتبسوا من تصاميم أجسام الطيور ومقدار الطاقة التي يحتاج إليها لمقاومة الجاذبية. عبر المحركات اخترعوا الطائره. فايضا هذه الطائره ضمن نظام القضاء لانه ضمن نظام القوانين التكوينيه، كذلك جميع اختراعات البشر انما هي اكتشاف للقوانين التكوينيه ثم محاوله الاستفاده واستثمار هذه القوانين التكوينيه، فهذا هو القضاء. والقدر كل شيء له حجم له مقدار، إذا تعدى ذلك المقدار وصل إلى نتائج غير مرجوة، وإذا كان ضمن ذلك المقدار تكون هناك النتائج المرجوة. فإذا الإنسان أي عمل يعمله بقضاء من الله وقدر، سواء كان عمل اختياري، يعني واحد يصلي صلاته بقضاء من الله وقدر. كيف بقضاء من الله وقدر؟ لأن الله سبحانه وتعالى حكم حكما تكوينيا بأن الإنسان يتمكن من أن يقف أمام القبلة هذا بحكم تكويني من الله سبحانه وتعالى وأن يتحرك هذا حكم تكويني آخر من أحكام الله سبحانه وتعالى والإنسان يكون مختار باختياره يتمكن من أن يعمل ذلك هذا أيضا حكم من أحكام الله التكوينية وهكذا بقضاء من الله سبحانه وتعالى والقضاء لا يوجب الجبر انت مو مجبور بان تصلي وذاك مو مجبور بان يعصي الله سبحانه وتعالى لكن اللي يعصي ايضا ضمن القوانين التكوينيه والذي يطيع ضمن القوانين التكوينيه فهذا قضاء من الله سبحانه وتعالى وقدر ضمن حجم الشيء ضمن حدود الشيء ضمن قابليه الشيء هذا الحديث والاحاديث الاخرى تبين جانبا من جوانب هذه الحقائق، طبعا غير القضاء والقدر عندنا مشيئه، عندنا اراده، يعني الله سبحانه وتعالى له مشيئه، الله سبحانه وتعالى له اراده، له امضاء، في الحلقات الماضيه شرحنا جانبا من ذلك. هسه احنا نقرا الحديث بالمقدار الذي نستفيد من هذا الحديث ونتبرك به. سمعت أبا الحسن موسى بن جعفر عليهم السلام يقول الإمام الكاظم لا يكون شيء إلا ما شاء الله لا يكون شيء أي شيء في هذا الكون لا يتحقق إلا بمشيئة من الله سبحانه وتعالى وأراد إذا الله لم يرد شيئا لا يتحقق وإنما كل شيء يتحقق بإرادة من الله سبحانه وتعالى وقدر وقضاء الرواية هكذا لا يكون شيء الا ما شاء الله واراد وقدر وقضى زين هسه الراوي يجي يسال ما معنى هذه الكلمات؟ وهل يستلزم ذلك الجبر؟ يعني انا اذا اصلي هذا بقضاء وقدر من الله وذاك الانسان الفاسق الذي يقتل النفس المحترمه مثلا هذا بقضاء من الله وقدر فهل هذا جبر؟ الجواب كلا ليس جبرا اذا عرفنا معنى القضاء ومعنى القدر ومعنى الاراده ومعنى المشيئه يتبين ان الانسان في افعاله الاختياريه ليس بمجبور مع وجود القضاء والقدر فيها، مع وجود الاراده والمشيئه فيها. قلت الراوي يسال ما معنى شاء شنو معنى شاء الله قال ابتداء الفعل ابتداء الفعل مره سابقا ان الله سبحانه وتعالى له صفات ذاتيه وله صفات الفعل والفرق بين الصفات الذاتيه وصفات الفعل ان الصفات, أن الصفات الذاتيه هي عين ذاته لا فرق بينها وبين ذاته، هو هي وهي هو. يعني علم الله هو ذات الله. ليس شيئا يغاير ذات الله سبحانه وتعالى. حياة الله هي ذات الله. قدرة الله هي ذات الله، وهكذا سائر الصفات الذاتية. أما صفات الفعل يرتبط بفعل الله، ترتبط بفعل الله كالخلق. الخلق يرتبط بفعل الله، الرزق يرتبط بفعل الله. وهكذا سائر صفات الفعل. ويمكن ان نجعل هناك علامة كما في بعض الروايات للتمييز بين صفات الذات وصفات الفعل. صفات الذات لا يمكن سلبها عن الله سبحانه وتعالى ابدا. يعني هل يمكن ان نقول ان الله لم يكن يعلم بوجود زيد؟ كلا هذا محال ومن قال هذا الكلام فهو كافر واخزاه الله نسب الجهل الى الله سبحانه وتعالى فصفات الذات لا يمكن سلبها عن الله سبحانه وتعالى اطلاقا لا يصح ان نقول لم يكن يعلم بوجود زيد ثم علم به اما صفات الفعل يمكن سلبها في الجمله نقول ان الله لم يكن قد خلق زيدا ثم خلقه. يصير نقول لم يكن يعلم به ثم علم؟ كلا. اما يصير نقول انه لم يكن قد خلقه ثم خلقه. لم يكن قد رزقه ثم رزقه. فهذا هو الفرق بين صفات الذات وصفات الفعل. زين المشيئه من صفات الفعل. الاختيار من صفات الذات، أما المشيئة والإرادة من صفات الفعل. شنو هي المشيئة؟ وما هو فرق، ما وما هو الفرق بين المشيئة والإرادة؟ المشيئة هو أول الفعل، يعني الله سبحانه وتعالى خلق اللوح المحفوظ وسجل في هذا اللوح المحفوظ جميع ما يعلم بتحققه فاللوح المحفوظ المكتوب فيه مطابق لعلم الله الازلي هذا هو المشيئه ولذا في الحديث ان الله خلق الاشياء بالمشيئه وخلق المشيئه بنفسها يعني الله سبحانه وتعالى خلق اللوح المحفوظ وسجل فيه كل ما يتحقق ثم الاشياء حينما تتحقق انما تتحقق لان الله سبحانه وتعالى جعل الكتابه في اللوح المحفوظ سببا لتحقق تلك الاشياء. اما الاراده كما مر في الحلقات الماضيه فهي تهيئه المقدمات القريبه لوجود الشيء فهي من صفات الفعل وهي تختلف عن الاختيار، الاختيار صفه ذاتيه. يعني الله سبحانه وتعالى ليس مكرها ولا مضطرا، وانما هو مختار واختياره من صفات ذاته، فلذلك ما كان يريد ان يخلق شيئا فكان ولم يكن معه شيء ثم اختار ثم اراد ان يخلق الاشياء باختياره خلق المشيئة وبالمشيئة خلق سائر الأشياء. ما معنى شاء؟ قال ابتداء الفعل، يعني أول مخلوق هو المشيئة التي خلقها الله سبحانه وتعالى وهي سبب لخلق الأشياء الأخرى. يعني أراد الله لها أن تكون السبب، كما أراد أن يكون سبب قبض الأرواح ملك الموت. قال ابتداء الفعل. قلت ما معنى قدر شنو معنى قدر قال تقدير الشيء من طوله وعرضه مثال الطول والعرض هذا مثال تقدير الشيء يعني جعل حدود للشيء كل موجود له حدود في المنطق يعبر عنه بالماهية كل شيء له حدود الله سبحانه وتعالى عندما نقول قدر يعني جعل حدودا للشيء قلت ما معنى قضاء ما هو القضاء الجواب قال: إذا قضى أمضاه فذلك الذي لا مرد له. القضاء يعني الحكم التكويني، إذا حكم الله حكما تكوينيا ثم نفذ ذلك الحكم التكويني لا مرد لهذا الحكم كما قال وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له. هنا الإرادة في هذه الآية بمعنى القضاء التكويني. الله سبحانه وتعالى حكم حكما تكوينيا وامضى ذلك الحكم يعني اوجده فحينئذ لا احد يتمكن من رد قضاء الله سبحانه وتعالى هناك احاديث اخرى حول القضاء والقدر والمشيئه والاراده ان شاء الله سنتطرق اليها في حلقات قادمه هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين